منطقة البحر الميت كمنطقة سياحية بالأردن، حابين نستضيف الدكتور طه زبون مدير شركة تطوير المناطق التنموية الأردنية. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. أهلا، صباح الخيرات. يعني بداية نحن عم نحكي عن منطقة البحر الميت، هو الثروة خلينا نحكي السياحية للأردن. حابين أول شيء نعرف عن الاستثمارات الجديدة خلينا نحكي، أو المشاريع الجديدة اللي رح تفتح على هذا الصيف. أولا أنا شاكر على الاستضافة وشاكر لهذه القناة حقيقة، لأن استضافتنا أكثر من مرة للحديث عن هذه المنطقة المميزة من أردننا الحبيب اللي هي منطقة البحر الميت التنموية. إحنا كشركة، شركة مملوكة بالكامل للخزينة للحكومة، معنيين أو إحنا المطور الرئيسي لمنطقة البحر الميت ومنطقة جبل عجلون التنموية. في منطقة البحر الميت خطينا خطوات يعني واسعة الحقيقة. أنجزنا مخطط شمولي للمنطقة، أعلنا، طرحنا أول حزمة من الاستثمارات وماشيين بخطى يعني واثقة. الآن طرحنا عطاء البنية التحتية للمنطقة الشمالية البحر الميت، سيحال خلال يومين القادمين إن شاء الله تعالى، خلال الفترة القليلة القادمة، لأنه البنية التحتية عامل مهم جدا وممكن للاستثمار في المنطقة. روجنا للمنطقة يعني إمكانياتنا المتواضعة حقيقة، واستطعنا خلال العام الماضي وعلى الرغم من كل الظروف المحيطة إنه أن نجتذب عدد من الاستثمارات الهامة حقيقة. هذا أولا يعني السبب الأول والرئيس هو حقيقة ما يتميز يعني منتجنا السياحي والاستثماري متميز، فنحن نروج يعني منطقة متميزة على الإطلاق. منطقة البحر الميت أخفض نقطة على سطح الأرض، نسبة الأكسجين على سطح البحر الميت أعلى من أي مكان في العالم ب10%. المياه ومناخ وطينة البحر الميت هي يعني للاستشفاء والاسترخاء وعلاج العديد من الأمراض. 70% من الأمراض الجلدية يمكن معالجتها بمجرد مياه وطينة ومناخ البحر الميت. الناس اللي عندهم وهكذا، يعني في عندنا منتج متميز وقوي جدا نسوقه في المحافل الاستثمارية المختلفة. القضية الثانية حقيقة ليش استطعنا نستقطب استثمارات، هو الاستقرار النسبي اللي موجود في المملكة الأردنية الهاشمية بالمقارنة مع المناطق المحيطة. وهذا يعني من فضل الله علينا إنه قيادتنا حكيمة وتدار الأمور بطريقة يعني بتخلي الأردن يعني مستقر على الرغم من العواصف العاتية المحيطة بالأردن حقيقة. احنا خلال العام الماضي استطعنا ان نجتذب عدد كبير من الاستثمارات العربية. عندنا استثمار محترم من الإمارات العربية المتحدة، ايضا استثمار محترم من قطر، استثمارات من دولة الكويت، استثمار من المملكة العربية السعودية، استثمارات لأردنيين مقيمين في الخارج، استثمارات ايضا لأردنيين محليين. نقابة المهندسين الأردنيين ستقيم عندنا ايضا مشروع في منطقة البحر الميت. وخلال هذا العام قبل تقريبا شهرين وقعت اتفاقية لإقامة مشروع ضخم جدا في منطقة البحر الميت اللي هو بورتو البحر الميت لمجموعة مصرية. هذه المجموعة هي أكبر مطور عقاري واستثماري في جمهورية مصر العربية اللي هي مجموعة عامر القابضة. يعني حابين نحكي انه هلا احنا شايفين الصوره تبعت المشروع عنا اللي هو بورتو، هو مشروع جديد حابين نحكي عنه كاستثمار. زي ما ذكرت هو استثمار مصري بمنطقه البحر الميت، حابين نحكي عن هذا المشروع. هي صوره تبعته عم تنعرض يعني معنا بالاستديو. ما يميز هذا المستثمر انه اولا هو لديه في جمهوريه مصر العربيه وخارجها العديد من المشاريع، عنده اكثر من 20,000 غرفه فندقيه في جمهوريه مصر العربيه. هو حقيقة ليست فنادق فقط، ولكن هو يعني نمط حياة في مشاريعه. هنالك تجربة سياحية متكاملة في هذه المشاريع، بيكون موجود الفنادق، موجود الشقق الفندقية المخدومة من الفنادق، بيكون مجموعة من المطاعم والمقاهي والسينمات، منطقة للأطفال. إذا كانت منطقة جبلية بيكون عامل تل فريك بالإضافة إلى البرك السباحة والمصحات العالمية أيضا. ف
فهو مشروع متكامل. هذا المشروع، ما يميز هذا المشروع انه اول مشروع نقيمه في منطقة البحر الميت على في المنطقة الجبلية، لانه هو على شمال الشارع باتجاه العقبة بعد منطقة الفنادق، هو على شمال الشارع على منطقة جبلية مطل على البحر الميت. موقع المشروع يعني موقع جميل وله إطلالة رائعة جدا. المشروع سيوفر حوالي 3150 غرفة فندقية كحد أدنى. راح يكون في عندنا في هذا المشروع ممشى عام للناس بطول حوالي 800 متر، عليه مجموعة من المطاعم والمقاهي، وأيضا مول تجاري راح يكون هناك في المنطقة، بالإضافة إلى مجمع سينمات وأيضا منطقة ألعاب الأطفال، بالإضافة إلى بعض البرك السباحة. أيضا في عندنا الدانسينج فاونتين اللي هي الشلالات أو الراقصة هذه في منطقة البحر الميت. مشروع متكامل سيعني يخلق حوالي 3000 فرصة عمل بالحد الأدنى. وأيضا يعني ما يميز هذا المستثمر إنه إنجازه سريع، فخلال الفترة الماضية، خلال يعني منذ توقيع الاتفاقية حتى الآن، قام بعدة زيارات إلى الموقع مع طواقمه الفنية، قدم أول مخططات، أعطيناه بعض الملاحظات عليها. في عندنا إن شاء الله يوم الاثنين القادم عرض كامل للماستر بلان للمشروع، المخطط الشمولي للمشروع كاملا، والمرحلة الأولى واللي التزم هذا المستثمر أمام دولة رئيس الوزراء أن ينجز المرحلة الأولى خلال 6 أشهر من موافقتنا على المخططات للمرحلة الأولى. فمشروع متميز ومشروع متكامل، وسيكون حقيقة إضافة نوعية للاستثمار والسياحة في منطقة البحر الميت. يعني فعليا خلينا نحكي بهاي الفترة عم نشهد توجه أنظار المستثمرين الأجانب والعرب إلى منطقة البحر الميت، هل بتحس فعليا نحن كدولة ما قصرنا خلينا نحكي بترويج البحر الميت، منطقة البحر الميت سياحيا لهدول المستثمرين؟ هلا شوفي، الترويج تحكم إمكانيات. إحنا جهدنا مقل في موضوع الترويج للمناطق السياحية وحتى للاستثمار. ويعني إذا سألتيني بأمانة، إحنا لم نستفد من الربيع العربي في اجتذاب. كان بإمكاننا أن نجتذب أضعاف أضعاف الاستثمارات التي اجتذبت خلال الفترة الماضية، لكن هذه إمكانياتنا. ويعني الحمد لله بإمكانياتنا المتواضعة استطعنا أن نجتذب في منطقة البحر الميت استثمارات تربو على حوالي 600-700 مليون دولار خلال العام الماضي. ومع مع مع بداية هذا العام هنالك حاجة لمزيد من الترويج. نعم، وإن شاء الله تعالى يعني إحنا لدينا خطة للانطلاق لترويج منطقة البحر الميت بالذات في كل الدول العربية، لأنه إحنا تركيزنا حقيقة على الدول العربية المحيطة. هنالك رؤوس أموال موجودة وتبحث عن فرص استثمار آمنة وذات جدوى. إحنا لدينا فرص استثمار آمنة وذات جدوى، ولدينا كما قلت منتج مميز يعني نسوقه ونروجه بكل فخر حقيقة. وأيضا يعني المستثمرين العرب يبحثون عن فرص استثمار في منطقتنا. فسيكون لدينا رحلات ترويجية لكل من كل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى يعني تفاعلنا داخل الأردن مع قطاع الأعمال المختلف، سواء كانت نقابات أو كانت جمعيات استثمار أو إلى آخره. يعني كان في خطوة سابقة خلينا نحكي لترويج البحر الميت سياحيا أو لترويجها للاستثمارات، يمكن شاهدنا قبل هيك دخول أو منافسة خلينا نحكي البحر الميت ليكون من عجائب طبيعية الدنيا. 7. خلينا نحكي هاي النقطة، ماذا أضافت خلينا نحكي للبحر الميت، وهل شاهدتم خلينا نحكي ازدياد بأعداد الاستثمارات أو توجه الأنظار إلى البحر الميت بعدها؟ أنا شوفي بأمانة، هذه يعني يعني ألقى الضوء على البحر الميت، بالتأكيد ألقى الضوء على منطقة البحر الميت. إحنا كنا ننظر إليها إحدى وسائل ترويج البحر الميت سياحيا، لكن إنه انعكست بشكل مباشر على الاستثمار، لا يوجد لدي أي شيء يؤكد إنه هذه التجربة أو هذه المنافسة انعكست بشكل مباشر على الاستثمار. لكن هي بجوز كان لها تأثير على ترويج البحر الميت سياحية، إنه كثير من السياحة يعني أو السواح الأجانب بالذات
انه تفتحت افاقهم على منطقه متميزه باحدى عجائب الدنيا السبع بكافه المقاييس. وهنالك يعني تزايد باعداد السياحه وتزايد ايضا بمعدلات الاشغال للغرف الفندقيه في منطقه البحر الميت. يعني هلا خلينا نحكي كإحصائيات، منطقة البحر الميت هل تعتبر منطقة لجذب السياح، يعني سياحة خارجية أم سياحة داخلية؟ احنا بنحاول انه نخلي البحر الميت لاجتذاب السياحتين الداخليه والخارجيه. احنا اولا نريد ان يكون هنالك مساحه للسياحه الداخليه، لانه هذا البحر الميت يجب ان لا يحرم منه ابناء الشعب الاردني. يعني فعليا كان ولهذا في نقطة أحب أركز عليها، هل من ضمن خلينا نحكي الاستثمارات الجديدة نعم وزيادة خلينا نحكي أحجام الاستثمارات والمشاريع الجديدة، هل سيبقى هناك شط عام ل خلينا نحكي أبناء الوطن؟ نعم الحقيقة احنا من خلال المخطط الشمولي اللي اعتمد مؤخرا تركنا مساحات واسعة وشاسعة كشواطئ عامة للسياحة الداخلية. حاب اركز هلا، يعني نحن انهينا خلينا نحكي فصل الربيع، داخلين على فصل الصيف، في اكيد زياد باعداد السياح اللي جايين، شو هي الاستعدادات اللي الموجوده حاليا وما هي المشاريع اللي تم انجازها ممكن انه المواطن خلينا نحكي او السائح انه يشوفها جديده بالبحر الميت عن اكيد السنه الماضيه؟ هلا احنا يعني شوفي احنا الان بدانا مثلا بدا عندنا انشاء مشروع ضخم بجانب فندق الهوليدي ان اللي هو فندق لشركه شركه امواج، وسيكون ان شاء الله تعالى روتانا البحر الميت. فندق ضخم حوالي 250 غرفه فندقيه، بدات الاعمال الان بانشاء هذا الفندق. ايضا احنا كما قلت راح سنحيل عطاء البنيه التحتيه اللي راح نبلش بانشاء الممشى اللي هو طوله 2.1 كيلومتر اللي سيكون متنفس حقيقة للسياحة المحلية والأجنبية. ممشى الدور الأرضي بالكامل سيكون كل وسائل تسلية وترفيه، مطاعم ومقاهي وأماكن تسوق وإلى آخره، كل ما يحتاجه السياحة الداخلية والخارجية، ويعني ممشى منسق بطريقة حضارية إلى آخره. فهذه امور. وايضا هذا المشروع الان يعني بدات العمليه التحضيريه للبدء بتهيئه الارض لاقامه المشروع، لانه هذا كما قلت هو مستثمر يعني يتميز بسرعه انجاز بورت البحر الميت، وسيضع البحر مواقعنا متميز. البحر الميت هنالك امكانيات هائله جدا، وبالتالي انا يعني احث حقيقه الـ كل العاملين في القطاع السياحي للمزيد من الترويج لاجذاب المزيد من السياحة لهذه المواقع المتميزة. لا يوجد أي سبب يمنع أن تكون السياحة، أن نضاعف حقيقة الدخل السياحي إلى أكثر من 10 و15% من الناتج المحلي الإجمالي، لأنه لدينا إمكانيات هائلة جدا في هذا القطاع، ولحد الآن إحنا لم نستغل ولم يعني نستغل السياحة الاستغلال الأمثل. هنالك إمكانيات هائلة في منطقة البحر الميت غير مستغلة إطلاقا. المياه المعدنية في منطقة البحر الميت لدينا 42 نبع معدني غير مستغلة إطلاقا في البحر الميت. درجة حرارة بعضها تصل إلى 58 درجة مئوية، هذه مهمة جدا لعلاج أمراض المفاصل والعضلات وخلافه. هذه الفئة لوحدها في أوروبا حوالي 103 مليون شخص، أوروبا يفصلها عنا 3 ساعات ونص فقط لا غير. أنا أدعو كل العاملين بالقطاع السياحي للتكاتف ولمزيد من الترويج، لأن هذا البلد يستحق الكثير حقيقة، وهنالك إمكانيات هائلة، وبإمكاننا أن نحل العديد من مشاكلنا بمجرد التركيز على قطاع الخدمات وقطاع السياحة بالذات. يعني أكيد من ثمن على كل كلامك، ودائما جهودكم مشكورة. شكرا كثير لك مرة ثانية دكتور طه زبون، شكرا كثير لحضورك.